الجزء ماما كانت كذبة علي، هي خوفني فيها هي جبل فال. ما تلعبوش بالولعات عشان هتعمل بيبي على نفسك وانت نايم. اتعب وانت صغير ترتاح لما تكبر، زي اتعب في الثانويه ترتاح في الكليه، ولا دي بترتاح ولا دي بترتاح. على طول مامي تقول لي لما تغلطي هتروحي نوتي تشير، ان لو ما نمتش بدري امنا الغوله هتيجي تاكلني. كانوا بيقولوا لي لو ما عملتش الواجب هدخلك اوضه الفيران. اكتر كذبه ضحكوا عليا وانا صغيره ورجلي مسلوخه. اكتر كذبه كذبوها ان انا لما اكلتش الاكل بتاعي الاكل هيجري ورايا من الايه. ضحكوا عليا وانا صغيره، كانوا يقولوا لي ادخلي هاتي الشوز بتاعك البسيه وهاخدك معايا وبعدين يمشوا بقى وانا افضل قاعد جوه. الله برافو حبيبي، برافو حبيبي، مش الله ضحية. انك مش محتاج نشيط اطفال، انك محتاج يغني على نفقة الدولة.